وهو جالس على كرسيه المتحرك انتظر فوزي بفارغ الصبر لحظة المنادات لتسلم مقرر استفادته من إعانة سكن ريفية. أعيش في ظروف صعبة، كنت أسكن في السكن العائلي، وأنا أب ومتزوج وأب لطفل وكما يقولوا ظروف شوية صعبة، والحمد لله أنا فرحان الحمد لله. بعد معاناة طويلة 9 سنوات الحمد لله الآن ما استفادينا، والمجد والخلود شهدائنا الأبرى وتحيا الجزائر. والحمد لله الدولة جات شافت وضربت نظرة علينا، والحمد لله راهم ساعدونا وعاونونا، وربي يفرج علينا إن شاء الله. فوزي واحد من 2750 مستفيدا من سكنات لائقة بمختلف السياغ، سلمت مفاتيحها لمستحقيها. هذه الإعانات تخص عدة أنماط من سكنات، منها 440 سكن اجتماعي، أكثر من 2000 إعانة للسكن الريفي، 210 سكن ألبيا من نوع ألبيا المدعم، وكذلك 110 سكن من تخصيصات اجتماعية لوتيسمون سوسيو. أزيد من 2700 سكن بمختلف السياغ منتظر توزيعها خلال السداس الثاني من السنة الجارية بولاية تلمسان.